والآن جولة على المشهد الاقتصادي مع الزميل آدم شمس الدين. مساء الخير آدم. مساء الخير رامز، لك عندك الوضع أضبط بالاقتصاد؟ الوضع أضبط بالنسبة لموظفين القطاع العام بعد ما تقرر إعطاء رواتبهم على منصة صيرفة بسعر أقل وهو 60,000، وتفاصيل إضافية بالمشهد الاقتصادي. وجه عدد من المنظمات ككلنا إرادة والمفكرة القانونية ومرصد حقوق المودعين والشفافية الدولية لبنان لفساد كتابا رسميا إلى وزير المالية يوسف خليل تطلب منه تزويدها بالمعلومات المتوفرة لديه أو أي مستند مفيد من شأنه الإعلام عن تنفيذ عقد التدقيق الجنائي الموقع مع شركة ألفاريزن مارسال والذي انقضى ما يقارب السنة ونصف السنة على توقيعه. تفاصيل أكثر مع المديرة التنفيذية في منظمة كلنا إرادة ديانا منعم. للتذكير، هيدا مش أول عقد بتوقعه الدولة اللبنانية مع ANV ألفاريز ومارسال لحتى تعمل تدقيق جنائي. هذا العقد الثاني. أول عقد كان انلغى لأنه ما قدمت الجهات اللبنانية ومصرف لبنان على رأسها المعلومات المطلوبة لشركة التدقيق. العقد الثاني توقع بأيلول 2021، كان مفروض من بعده ألفاريز ومارسال تقدم بأربعة أشهر تقريباً تقرير أولي، من بعد ما تاخد أسبوعين بالأول تتحدد إذا هي عندها كل المعلومات اللازمة تتقوم بالتقرير. التقرير الأول يلي هو Preliminary Fiscal Audit. لليوم يعني السنة ونص تقريباً من بعد توقيع العقد والسنة على انتهاء كل المهل، بعدنا ما بنعرف إذا الشركة حصلت على المعلومات اللي عايزتها، إذا قدمت تقرير أولي، وإذا قدمته لهذا التقرير شو محتواه لهذا التقرير الأولي. مع العلم أنه التدقيق الجنائي بحسابات مصرف لبنان أساسي لعملية إعادة هيكلة المصارف، أساسي لتحديد المسؤوليات عن الأزمة المالية، وأساسي تنعرف شو بعد باقي بمصرف لبنان، وهو مطلب كمان من مطالب صندوق النقد الدولي. وللعلامة بس قدمنا اليوم الكتاب مع شركائنا لوزارة المالية، بعدنا ما حصلنا منهم على رقم للطلب، بعدنا منتظرين رقم الطلب اللي من المفروض أن يعطونا إياه الأسبوع القادم من بعد ما يطلع الوزير على الكتاب. بالتوازي مع إصدار المركزي تعميما وسيطا يقضي بتمديد التعميم 161 حتى آخر شهر نيسان المقبل، علمت الجديد أن توافقا حصل بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير المالية يوسف خليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامي على تحويل رواتب موظفي القطاع العام على سعر صيرفة أدنى من السعر المعتمد في التداول وهو 60,000 ليرة. وكان حاكم المصرف المركزي قد طلب من رئيس الحكومة ووزير المالية بكتاب خطي يغطي ويجيز هذا الإجراء، وهو ما حصل عليه اليوم الجمعة. ويتيح هذا الإجراء لموظفي القطاع العام بالاستفادة من هامش وقدره 47,000 ليرة في حال قبض الراتب على سعر المنصة الجديد وهو 60,000 ليرة، وجرى تصريف الراتب في السوق الموازية على سعر 107,000 ليرة. اعتبر الخبير الاقتصادي توفيق كاسبار في مقابلة ضمن برنامج هنا بيروت أنه بعد 3 سنوات على بداية الأزمة باتت مصلحة المودع تصفية المصارف. ذكرت كلمة أنه بالحسابات أو على الورقة والقلم قد يكون هناك مصلحة للمودعين بأخذ المسار التصفية لعدد من المصارف بعملية حسابية بسيطة. أنا كمودع بدي أقول، تنقول عندي أنا وديعة 100، ديش بيقيلي منها؟ هيدي بعملية التصفية يعني بيبيعوا أصول المصرف، بيدفعوا أشياء أساسية، أول شيء حقوق الموظفين، وبيبقى منا رقم كمية توزع على المودعين. لنفترض بيبقى 40، يعني أنت من 100 في 40، يعني بيقولوا لك أنت بيرجع لك 40% من وديعتك إذا كان باللبناني أو الدولار. واضحة؟ يمكن يبقى 30، يمكن يبقى 60 حسب موجوداته والتصفية. هيدي ما صارت، صار لها 3 سنين ونص. شو عم بيصير بخلال هالفترة؟ المصرف عم بيشتغل، عنده تكاليف، عنده أجور، المدير العام كل سيارته، وهذا حساب المصرف. بما أنه هني كمان عم بيقولوا عم نخسر، يعني هالأربعين الباقي عم تنزل. يعني أنت كمودع سنة 2000 كان يمكن تقدر تسترجع 40%، هلا يمكن ما بتقدر تسترجع الا 20%. 2019 عم نحكي، 2020 شو ما كان يكون. انا كمودع عندي مصلحه هالبنك يصفى.
ارتفعت أسعار الذهب لتسجل أفضل أداء في شهري منذ تموز 2020، إذ أدت أزمة النظام المصرفي إلى توقف البنك المركزي الأمريكي موقتا عن رفع الفائدة، مما يجعل المعدن الأصفر أكثر جذبا. وصعد الذهب في التعاملات الفورية 0.1% إلى $1,981.59، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى $1,982. كما يتجه الذهب لتحقيق ثاني مكاسب فصلية على التوالي بارتفاع 8.6%، ويتجه الدولار لتكبد ثاني خسارة فصلية على التوالي، مما يجعل الذهب أرخص ثمنا للمشترين في الخارج. وتخطى الذهب مستوى $2,000 بعد الانهيار المفاجئ لمصرفين أمريكيين في وقت سابق من الشهر، مما أثار رهانات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي قد يوقف رفع أسعار الفائدة لتجنب تداعيات أوسع لاضطراب النظام المصرفي العالمي. وبهذا الخبر نصل إلى ختام المشهد الاقتصادي المالي. عودة إلى كرامز. شكراً أدهم.